الرحيم ونلتقي الآن أحد قادة المعارك في جبهة بيت فارس وبيت عوان. أخي الكريم، ممكن تعرفنا حضرتك؟ محمد أبلق، شرفنا أخي محمد. ممكن تحكينا عن المعركة اللي صارت من منذ يومين، وما هي الغنائم التي غنمتموها، وما هي الخسائر التي كبرتوها للنظام؟ الخسارة الكبيرة والغنائم اللي أخذنا البلدوزر والأربع دوشكيات و23 14 ونص و12 ونص والدبابة والسيارات والعناصر الفطايس والعساكر شو اسمه مصابين. تمام. وما عدد الشهداء الذين فقدوا من عناصر الجيش الحر تقريبا؟ تقريبا شي 6 7 فقط، وفطائس من عند النظام؟ فطائس أكثر من 100 شخص. أكثر من 100 شخص، والآن يوجد علينا قصف. والآن يوجد علينا القصف ليلا ونهارا. أخي الكريم، ماذا تحب توجه رسالة لأبطال الجيش الحر في المحافظات الأخرى؟ وماذا تعد أهلنا في اللاذقية؟ والله أحب أحكي عن زملائنا الأبطال الجيش الحر وزملائنا المدنيين يجي يشاركوا معنا بكل الجبل التركمان أو جبل الأكراد. أحب أحكي عن كل المحافظات السورية. أخي الكريم، ما هي الرسالة التي توجهها للنظام ولبشار الأسد؟ وجهها لبشار الأسد، الكلب الأسد، حش السامعين، وليس الكلب. الكلب ما بينسى صاحبه، بضل يحافظ صاحبه. هذا الخنزير، خنزير البري نحن بنسميه بالجبال التركمان، بيعيش بين الاشجار. تمام، شو توجه الرساله؟ وجه له الرساله انه يسلم حاله احسن ما نستلمها نحن، وبدنا نعذبه للموت. باذن الله رب العالمين. باذن الله رب العالمين. والله يحميكم اخي كريم. الله يحفظكم. كما كان ابو سامي اللادقاني، تنسيقيه اللاذقيه. شكرا.